بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا الأكارم إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه المساحة الزمنية التي تخصصها لكم قناة القرآن الكريم حتى نرافقكم في الحياة الدينية والاجتماعية والفكرية والعلمية والنفسية وغيرها من المجالات من خلال معالجة ونقاش مجموعة مميزة ونوعية من المواضيع التي أكيد نحاول أن نقترحها عليكم لنهار اليوم بمعية ثلة متميزة من الأساتذة المتخصصين والدكاترة المتميزين والضيوف كذلك الرساليين الذين دائما نحاول من خلال معطياتهم ومن خلال تحليلاتهم ترشيد سلوك المجتمع، تنوير الرأي العام في أمور الدين والدنيا، وكذلك تنمية الوعي الديني والأخلاقي والمجتمعي. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. آيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ نبيه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الآن مشاهدينا الأفاضل نتابع معا أرقام تهمكم، قد تحتاجونها يوما لطلب استفسار معين أو طلب خدمة معينة أو استفسار عن أمر معين. هذه الأرقام أكيد نحتاجها، فلتفضلوا. بالجميع مشاهدينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مع بركات هذا اليوم 24 من شهر شعبان 1444 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر مارس 2023، وتتابعون لنهار اليوم في نفحات إيمانية موضوع يا باغي الخير أقبل، وذلك أكيد استعدادا لقدوم شهر رمضان الفضيل، شهر الخير، شهر البركة، شهر
التقوى، والشهر الذي يعيد للقلوب صفاءها ويعيد للضمائر نقاءها. كذلك مشاهدينا الأفاضل، ولأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، تقترح عليكم المختصة في علم النفس الأستاذة أنيسة معلم موضوع الشخصية القوية والملتزمة. كذلك في ملف هذا العدد تتابعون موضوع صحة البيئة وحمايتها في الشريعة الإسلامية، باعتبار أن الإسلام بنصوصه بأحكامه الشرعية وبضوابطه الفقهية وضع منهجا شاملا ومتكاملا ينص على ضرورة حماية البيئة ورعايتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ندعوكم أكيد لمتابعتها لنهار اليوم، فأهلا وسهلا بكم. أقبل سيدة الحب أمي وأرمي بروحي لها تعتذر، على خدها أرسم الود ذكرى ومن ثغرها أستمد الفكر. فأرضيك ربي وأرضيك أمي وأجني الثواب وأجني العبر، وأنق سلطانة العشق أمي وأروي غرامي لحكم القدر، على صدر أمي أبي أحن لصوتها كل صباح وعند العشي ووقت السحر، وأرتاح حين تقول لروحي عليك الإله يزيل الضرر، ويحلو الكلام على ركبتيك تحلو الحكايا ويحلو الصغر. أحبك يا أمي لو تعلمين كحب المروج لوحي المطر. أغني لأمي نشيد الوفاء وأزرع فيه حنين الوتر، وأبدأ
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمهات الجزائر سيدات العالم وأن يرحم الأموات منهن، فإذا رحلت الأم ستنادي علينا الملائكة أنه قد رحلت من كنا نرحم لأجلها. فاللهم احفظ كل أمهات الجزائر. وإذا مشاهدينا الأفاضل، يا باغي الخير أقبل في نفحات إيمانية. مشاهدينا الأفاضل، نرحب بالأستاذ نور الدين بوحسون. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، مرحبا. وبك مرحبا، وبالسادة المشاهدين وكل متتبعي ومحبي قناة القرآن الكريم. يا باغي الخير أقبل، أكيد نداء عظيم ومبارك. في البداية أستاذ، كيف نستحضر وكيف نستشعر كذلك هذا النداء في حياتنا؟ كيف يتم تفعيله في حياتنا اليومية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا باغي الخير أقبل، هذا النداء العظيم، هذا النداء الرقيق اللطيف الذي أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم أن في كل ليلة مناد ينادي، ألا يا باغي الخير أقبل، في شهر مبارك عظيم، شهر كريم، ألا وهو شهر القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد كان يبشر أصحابه بقدومه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما من خير إلا ودلنا عليه، ما من شر إلا ونبه وبين حتى نجتنبه ولا نقع فيه. فكان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر المبارك، يقول قد جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عز وجل عليكم صيامه، ثم بدأ يبين صلى الله عليه وسلم ما فيه من الخير والبركة، فقال صلى الله عليه وسلم: تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب الجحيم، تصفد فيه الشياطين. ثم ذكر أمرا عظيما فقال صلى الله عليه وسلم: وفيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، هذه الليلة خير من ألف شهر، كما ذكره الله جل وعلا في كتابه. فعلى كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمن بعظمة قول الله جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونستبشر وننتظر قدوم هذا الشهر المبارك. كيف نستعد لهذا الشهر؟ أول أمر أن ندعو الله سبحانه جل وعلا، وندعوه متضرعين متدللين، ندعوه بصدق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أن يبلغنا هذا الشهر المبارك العظيم. وليس العبرة ببلوغه، بل العبرة باغتنامه، العبرة بفعل الصالحات فيه، العبرة بالعيش في رمضان كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم، القدوة خير الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. فلابد علينا أن نصدق الله عز وجل في الدعاء، نستعد لهذا الشهر المبارك كاستعدادنا لاستقبال ضيف عزيز. إحنا إذا أردنا نستقبل ضيف نحبه ونجله ونعظمه، يعني لابد أن نهيئ له المكان الذي يجلس فيه، ونهيئ له الطعام الذي يأكله، وغير ذلك مما تقر به العين. فرمضان أعظم ضيف وأعظم عزيز، ينبغي علينا أن نكرمه ونضيفه حق التكريم. يكون ذلك بالتوبة الصادقة مع الله سبحانه عز وجل. لابد علينا أن نتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح، أسأل الله عز وجل أن يكفر عنا السيئات ويغفر الخطايا ويرفع الدرجات، حتى إذا دخل رمضان كانت هذه القلوب نقية صفية تقية، تستقبل شهر رمضان بكل حب، ولا يرى العبد هذا الشهر كأنه شهر عذاب، أو شهر يتضجر فيه المؤمن، أو يمل أو يكره، لأنه سيمنع مما أحله الله عز وجل عليه فعله وكان يفعله في النهار. فكثير من الناس من يرى هذا رمضان كأنه سجن والعياذ بالله. أما المؤمن الحقيقي فيا فرحته ويا سعادة العبد المؤمن ببلوغه هذا الشهر المكرم، الشهر العظيم الذي أكرم الله عز وجل فيه نبيه بإنزال المعجزة العظيمة الخالدة إلى يوم الدين، ألا وهو القرآن العظيم. لابد علينا الاستعداد، قلنا بالدعاء وبالتوبة الصادقة مع الله عز وجل،
أن نضع برنامجا مباركا لاغتنام جميع الأوقات. نعم. رمضان. وحتى نعم. أستاذي الكريم المسارعة إلى الخيرات. اليوم عندما نتحدث عن شبابنا شباب الجمعيات الخيرية والتطوعية الذين يستعدون استقبال شهر رمضان حتى يعني قبل شهر رمضان من خلال توزيع مثلا قفة رمضان على مختلف العائلات المحتاجة والمعوزة، كل هذا أكيد تأكيدا وتجسيدا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي. أيضا هناك من شباب الأحياء الذين ينظمون ويؤطرون حملات التنظيف في المساجد دائما من أجل استقبال الوافدين من المصلين الذين يتضاعف ويزداد عددهم في شهر رمضان. كل هذا كذلك يعني المسارعة إلى الخيرات أيضا لاستقبال واستعدادا كذلك لشهر رمضان الفضيل. نعم بوركتي، لأن الأمر الذي ذكرته أول اللي هو الدعاء والتوبة وإعداد برنامج، هذا يخص كل عبد مؤمن. نعم. بالتالي هذه التهيئة الخاصة الله عز وجل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تؤمن وتعمل أن تتحرك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني لما الإنسان يعمل لابد عليه أن ينقل هذا الخير لغيره، وهذا هو المطلوب. فكذلك يعني بعدما هيئ الإنسان نفسه وأصبح يتشوق ويتشوف إلى حضور هذا الشهر المبارك العظيم، تكون هذه المصارعة إلى الخيرات بإذن الله عز وجل، يكون الإنسان فيها سباقا للخير. وما يقوم به الشاب كما ذكرتي من قفة رمضان ومن تنظيف المساجد والمشاريع، كله علامة على استقبال والتهيئ والاستقبال هذا الشهر المبارك العظيم، شهر رمضان. وكذلك تعليق اللافتات في مطاعم الرحمة وغير ذلك، يعني قبل رمضان حوالي 15 يوم أو 20 يوم كذا، تجد الشباب يعني والجمعيات الخيرية كلها، ربي يجزيهم كل خير ويجزي كل محسن كل ما يساهم في إدخال الفرح والسرور على الأرملة والمسكين واليتيم وعلى جميع الناس أجمعين. وهذه اقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في رمضان كما ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما يصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. يعني في غير رمضان النبي صلى الله عليه وسلم ما كاش مرة طلب منه شيء وقال لا. إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أبدا، لا يعرف كلمة لا، لأنه رحمة مهدا صلى الله عليه وسلم. وهو في رمضان أعظم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وفي رمضان يكون أكثر وجودا صلى الله عليه وسلم، خاصة حين يلقاه سيدنا جبريل ويدارسه القرآن. فلا رسول الله، شوف التشبيه البليغ العظيم، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نشتري الريح العظيمة التي تحمل هذه السحاب الثقال وما فيها من خير للعباد، رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشبيه سيدنا ابن عباس على الخير وعلى الجود وعلى الكرم أعظم وأكثر من هذه الريح المرسلة بكل خير. ما يقوم به شبابنا هو اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، فما عليهم إلا استحضار هذه النية أن تكون لله خالصة، لا يراد بها إلا وجه الله سبحانه عز وجل، حتى ينال الإنسان فضل وبركة هذا الشهر العظيم إن شاء الله. كذلك أستاذ يعني نعمة بلوغ رمضان هو أكيد يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد أولا وبداية أن يدرك الإنسان هذه النعمة، لأن هذا أكيد سيجعل الإنسان قادر على اغتنام هذه الفرصة، فرصة شهر رمضان الفضيل. نعم، الإنسان لما يدرك ويعي ويعرف قيمة ذلك الشيء يحافظ عليه. نعم. عن المصيبة عند الإنسان أنه لا يعرف النعمة التي فيها. أنا يقول الصحة، يعني كما يقف في الحكمة الصحة هي تاج فوق الرؤوس، لا يرى هذا التاج إلا المرضى. لأن الإنسان صحيح تقول واش راك، يقول لك الحمد لله كما العادة. واش من العادة؟ اذهب للمستشفيات وشوف الناس كيف راهي تعاني. فكذلك اذهب إلى المقبرة وانظر أصحاب القبور ماذا ينظرون وكيف ينظرون إلى هذه المواسم المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته وبين خاصة من هذا النداء الذي ابتدأناه في أول الحلقة، يا كل منادي يعني ينادي كل ليلة يا باغي الخير أقبل، رك في موسم عظيم مبارك، فاعرف قدر هذه النعمة. فلا بد عليك أن تحمد الله عز وجل أن أطال في عمرك. كثير من الناس قد حرمها، كثير من الناس لا يعرف قدر ومعنى وعظمة هذا الشهر المبارك، شهر القرآن الكريم، شهر الخير والبركات، الشهر الذي قال فيه الله جل وعلا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له،
يعني تعمل حسنة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصوم، فقال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فليعلم الإنسان أنه إذا أدرك رمضان قد أدرك خيرا مباركا عظيما، فما عليه إلا أن يجد ويجتهد ويغتنم، وقدوته في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أستاذ، شهر رمضان هو فرصة للغافل وكذلك للعاصي، لما لا، لأن في شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وبالتالي على الغافل أن يربي نفسه، يربي ذاته، ويزكي كذلك قلبه حتى ينتصر على هذه النفس، وكذلك حتى يرضي الله سبحانه وتعالى. دائما كما قلت إني بوركت، كما قلت والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في كل ليلة هذا المنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يعني هذا الموسم موسم تاع خير، أبواب الجنة فتحت أمامك، أبواب الجحيم غلقت. الشياطين التي كنت تتحجج وتقول نفسي غلبتني والشيطان وغير ذلك، فهذه الشياطين صفدت، غلت الشياطين ومرضت الجان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليس أمامك إلا نفسك التي بين جنبيك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فليحذر كل واحد منا، يبلغه الله عز وجل، نسأل الله عز وجل يبلغنا رمضان في أحسن حال ويوفقنا فيه لخير الفعال برحمة منه ومنه وكرمه سبحانه جل وعلا. فليحذر كل واحد منا أن يدخل عليها رمضان ويبقى كما هو، أو يرجع أكثر مما كان عليه قبل رمضان. تعتبر هذه مصيبة عظيمة يقع فيها الكثير من الناس. فمن كان هذا حاله، أو من كانت هذه حالتها، أنه يتراجع في رمضان أو يبقى على ما كان عليه قبل رمضان وينقص إيمانه ولا يزداد فيه إيمانه، فنقول له احذر، فأنت على خطر عظيم وأمر جسيم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وصفدت فيه الشياطين. إذا نفسك الآن التي تأمرك ولازلت تتكاسل عن الصلاة وتقصر في أمر الله سبحانه جل وعلا، لازلت قاطعا للرحم، لازلت عاقا للوالدين، لازلت تؤذي الجيران، ولم يغير فيك رمضان شيئا، فأنت من الهالكين. الأمر الثاني، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله جل وعلا إلا رحمة للعالمين. في حادثة الطائف، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل سيدنا جبريل وقال له: معي ملك الجبال، يقول لك: يا محمد أمرني أن أطبق عليهم الأخشبين. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أسأل الله عز وجل أن يخرج من ذريتهم من يعبد الله عز وجل إلى يوم الدين. ولكن في اغتنامي لرمضان، سيدنا جبريل الأمين الملك المقرب لرب العالمين دعا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم استجاب لما دعا له سيدنا جبريل، فأمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتقي في أعظم مكان في المسجد، ألا وهو المنبر الذي بلغ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه ووعظ أمته إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما دعا سيدنا جبريل، قال صلى الله عليه وسلم: آمين، رغم أنف من دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، أي أبعده الله، خاب وخسر وذل ولحقته الحسرات والندمات. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين، يعني كما قال سيدنا جبريل عليه السلام. فالإنسان الذي دخل عليه رمضان وسيدرك رمضان بحول الله جل وعلا، وأطال الله عز وجل وأعطاه الفرصة العظيمة التي لا تعوض، والله إخواننا في قبورهم يتمنون أن يخرجوا من قبورهم ويعيشوا ولو ساعة واحدة ولو دقيقة من رمضان، ولكن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يستطيع الإنسان أن يرجع. فرسولك صلى الله عليه وسلم لما أمن على دعاء سيدنا جبريل حتى يخبرنا أن من دخل عليه رمضان وضيعه فقد ضيع نفسه، هو محروم لا محالة، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قدوتنا في هذا صلى الله عليه وسلم، الذي غفر له الله عز وجل ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم حتى تتفطر قدماه. وإذا دخل رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان آخر، النبي الشاكر، النبي الآمر، النبي الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم، فيجد ويجتهد
كيف ونحن المذنبون ونحن المقصرون، ما علينا إلا أن ندرك عظمة هذه النعمة العظيمة لنستقبل رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إليه في كل خير وفي أحسن حال. اللهم آمين يا رب العالمين. كذلك أستاذ، شهر رمضان الفضيل هو فرصة لتهذيب النفس، وعندما تتهذب النفس أكيد سينعكس ذلك على المجتمع، يعني يتهذب المجتمع، هي فرصة للإقلاع عن مختلف السلوكيات الأخلاقية وربما العادات السيئة التي تعود على ممارستها شخص ما في سائر يعني الشهور الأخرى. نعم، لأن رمضان هو مدرسة ربانية. رمضان مدرسة ربانية معلمها نبي البشرية صلى الله عليه وسلم، وهذه المدرسة تعلم فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجوا لنا خير سادة في العالم بعدما كانوا رعاة للغنم، اتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النموذج الأعظم هو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملوا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغوا ما بلغوا من الدرجات العلى في الدنيا ويوم القيامة، حتى أكرمهم الله عز وجل وبشرهم نبيه الكريم وهم يمشون أحياء في الأرض أن هذا من أهل الجنة، العشرة المبشرون بالجنة، ذاك من أهل الجنة وهم يمشون، يعني شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى هو حق منه صلى الله عليه وسلم. فرمضان مدرسة يا جماعة الخير، رمضان ليس موسم للسمر والسهر، فرصة للعب، ولا أنا مثلا حبسنا الجوع والشراب من أجل الصحة على الجسم، صوموا تصحوا، نعم صوموا تصحوا في الخير وفي التكاف وكذا، ولكن هو فرصة للرجوع والاصطلاح مع الله سبحانه جل وعلا. لذا قال صلى الله عليه وسلم كما قلت يعني أن نجتنب جميع السلوكيات، وهي يكون الإنسان يعيش رمضان ويجعل العام كله رمضان، يعني رمضان هو نموذج لإحدى عشر شهرا، كما ذكر بعضهم قالوا يعني شهر رمضان بالنسبة للعام كسيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته الأحد عشر، فلا تقتلوه ولا ترموه في الجب ولا تضيعوا هذا الشهر في السهر وفي السمر. نجد كثير من الناس ما يقول لك نجي فوت الوقت في الجول يلعب ولا يمشي مع أصحابه وغير ذلك، نفوت في الوقت، هذا وقت عظيم ثمين، كيف تفوت؟ والله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، 720 ساعة محسوبة معدودة، كي تزيد تنحيلها الأوقات اللي نرقدوا فيها تبقى لك واحد 400 ساعة، 400 ساعة شيء قليل وهو ثمين، يعني شيء غالي للعبد المؤمن، فإن اغتنمه فحتما سينا الخير العظيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن حقيقة الصوم، أنك لا تمتنع على الأكل والشرب والقرب من النساء وغير ذلك، ما أحله الله عز وجل لك، فقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من هذا الإنسان لم يفقه ولم يفهم حقيقة الصيام لعلكم تتقون، يعني الصيام لما الصيام هذا ما أدبكش وما علمكش وتعلمت فيه الصبر وتعلمت فيه كيف تمد يد العون لإخوانك وتكون إنسان فعال في المجتمع، ليس شهر الكسل، شهر الصمر، شهر النوم واللعب، يعني ينام من الفجر حتى المغرب ثم ينوض يأكل، هذا لم يصوم أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الله عز وجل لا يقبل من هذا الصوم، ليس هذا هو المطلوب من فرض هذا الشهر المبارك. الله عز وجل فرض علينا هذا الشهر المبارك العظيم حتى نكون أصفياء أتقياء ونكون من أهل الجنة التي فتحت لنا، ونبتعد كل البعد عن جهنم التي أغلقها الله عز وجل، وتبعد هذه الشياطين التي غلت، فلا ننهج سبيلها أبدا وننهج السبيل القويم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، كذلك أستاذ، شهر رمضان الفضيل هو فرصة حتى يتعود فيها الإنسان على ممارسة طاعات معينة، يعني تكرارها طيلة شهر كامل أكيد سيكتسبها بحول الله وسيتعود عليها حتى بعد نهاية شهر رمضان. نعم، وهذا هو المطلوب، الإنسان إذا عمل حسنة لابد عليه أن يزد بعدها حسنة، ومن علامات قبول العمل أن يتبع الإنسان الحسنات بحسنة أخرى، يعني كي تصبرك دائما فطرت على الخير وما حسن بعد حسن عرب اللي راك مقبول، وهذا ما كان يصبو إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدعون الله جل وعلا أن يبلغهم رمضان 6 أشهر، تخيل من ربيع الأنوار وهم يدعون الله عز وجل اللهم بلغنا رمضان، احنا ربما في رجب ولا في شعبان بان تفكروا الأشهر القمرية نبدأ ندعو في الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، صحابة رسول الله 6 أشهر هم يدعوا يا ربي بلغنا رمضان، وهم في أيام فاضلة
في أيام المباركات، وكل زمن فيه جعل فيه الله عز وجل للخير وقت يتنافسون فيه وتتنزل فيه الخير والرحمات والبركات، ومع ذلك يدعون الله عز وجل أن يبلغهم. فإذا بلغهم رمضان وصاموا رمضان يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان. اللهم يا ربي تقبل منا رمضان 6 أشهر أخرى. يعني شوف ذاك كيف أعطوه هذا الشهر المبارك العظيم عظمته، وأعطاه تلك الصفة الغالية التي يريدها من الله سبحانه جل وعلا. فما ينبغي على العبد المسلم الذي أدرك رمضان أي واظب على ما واظب عليه في رمضان، فرب رمضان هو رب العام بأكمله. الإنسان المسلم ليس في رمضان يكون صالح ويكون يعني ملازم للمسجد ويمد في قفة رمضان ويساعد في الإطعام المساكين وإطعام تاع السابق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. لا بد للإنسان أن يعيش العام تاعه كامل بأكمله كأنه في رمضان، فيقبل على كتاب ربه سبحانه جل وعلا، لأن القرآن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. تعرف ما يشفعان لصاحبهما؟ أن يوم القيامة يجي القرآن ويجي الصيام يقفان أمام العبد يوم يتخلى عنه الولد والوالد والصاحب والرفيق، يتخلى عنك جميع الناس، يقف هذا الصيام والقرآن يحاجان عن صاحبهما، يقفان بجانب جهنم حاجزا وسدا منيعا بينهما، فيشفعان للعبد فيقول الصوم يا رب منعته الطعام والشراب بالنهار، ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل تشفعنا به، فيشفعان في صاحبه. فهنيئا له. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين بهذا الحديث أن نقبل على القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم، أن نلزم الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة مستجابة، للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وعبد الله بن عمر كان إذا أذن المؤذن يجمع أولاده ويدعو معهم لأنها ساعة إجابة. إحنا المصيبة تعنا والمشكلة تعنا لا نعظم هذه الأوقات. صحيح. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لنا في يوم الجمعة، في يوم الجمعة ساعة لا يدركها العبد وهو يدعو الله عز وجل إلا استجاب له دعاء. ولكن للأسف الشديد دتنا هذا الدنيا وهملنا بعضنا وكلتنا هذه الماديات، فتناسينا عما ينجو به العبد أن يطهر هذا القلب الذي هو محل نظر الله جل وعلا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فلا بد علينا أن نطهر هذه القلوب بما نطهرها بالقرآن، بذكر الله عز وجل ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بالدعاء، بالصدق مع الله سبحانه جل وعلا، يدرك الإنسان هذا الشهر المبارك وينال فيه كل خير ويكون ممن وفق بإذن ربه سبحانه جل وعلا فينال فيه كل خير. نعم، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم الأستاذ نور الدين بوحسن. شكرا. الله يبارك فيك إن شاء الله، ورمضان كريم لنا جميعا، ورب يتقبل من أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأفاضل، ولأن حفظ القرآن الكريم في الصغر سبب في النجاح والتفوق في الكبر، تقترح عليكم الزميلة لويزا دغال موضوع صغار القراء. شايب ياسمين نورم، عمري 10 سنوات، أدرس بمتوسطة محمد بوزيدي قسم الأولى متوسط. هوايتي القراءة وكتابة القصص وممارسة رياضة الجمباز. أتمنى أن أصير في المستقبل مهندسة معمارية، لأنني أحب رسم الأشكال الهندسية منذ الصغر. أنا ماهرة في حفظ القرآن الكريم، أدعو الله أن يوفقني في حفظه كاملا. إحنا عائلات نحافظوا على هذا القرآن والصلاة، والعائلة محافظة ككل جزائريين. ألوغ أنا بناتي نحب نعلمهم القرآن الكريم. إحنا أنا نحكي على نفسي، أنا في كي كنت في دارنا مع الأم والوالد، إحنا زمان ما كناش نحفظوا القرآن. إحنا وش نقرأ في المدرسة، وش يعلمونا في المسيد، هذاك هو تربية إسلامية، وش نقرأ هذاك الآية اللي نحفظوها بابلس. هما دوكا مع الجيل يتبدلوا كامل. احنا انا مدابية ولادي اللي ما حفظتوش انا يحفظوه ولادي.
الوغ من بنتي الكبيره اللي راهي دوك 14 سنه اللي كان في عمرها 3 سنين دخلتها للقران، جاني الهام هكا دخليها تقرا القران، حبيتها تقرا القران واش ما قريتش انا تقرا هي، وبدات التسلسل مع بنتها باختها زادت هي تاني دخلتها للقران وبداو يقراو في القران يحفظوا مام هما ولاو مداومين على حفظ القران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. نراجع القرآن ومعاه مع خويا نراجع القرآن، وفي رمضان ديجا مع ولاد عمومي مادام حنا كاع ساكنين كيف كيف نراجع معاهم نقولهم نديرو نهار ملي أذن العصر حتى المغرب وانا نقريهم قرآن. عندي خويا يعني راهو في صوت البلد كي راني نقريه، وعندي وحده نتاني مزهي يعني نعلمها في المسد والنصر والتين هذوما. يعني ما شاء الله انت تقرا وتقري. ما شاء الله عليك ما شاء الله. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم ياسمين كون عندنا القاف فوق السكون. لا أقسم بيوم لا أقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قاد حسبك يا ياسمين هنا ما الطبيعي ما تمديش فوق حركتين. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ياسمين ما شاء الله تلميذة مجتهدة جدا يعني تحب تقرأ، حتى مثلا نعطيهم المقرر يعني لأنه تعرضهولي حتى تكون ماشي حافظة بصح تجي مواظبة جد مواظبة. احنا عندنا تلاميذ من 6 سنوات دوك طفل 6 سنوات الحروف مازال ما ينطقهاش نطق سليما ما عندوش المخرج الصحيح للحرف. إتما لازم نبدأ بالنطق السليم للحرف المخرج وفي نفس الوقت يطبق الأحكام لأنه هو مازال ما يقاش المصحف تسمى تلقين. إحنا اللي نديرو له التلقين هنا في التلقين وزائد تحفيظ تسمى الصورة تحفظ هنا في القسم. الطفل يحب تحفيز دائما يعني دائما لازم يحس أولادهم لازم يحفزوهم ويراعيوا أهمية القرآن في حياتنا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد لحفظ القرآن الكريم آثار نفسية وذهنية وبدنية على الأطفال وعلى حتى على الكبار، فالعديد من الدراسات والأبحاث العلمية التي تؤكد أثر حفظ القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم على الأطفال فيما يخص تعزيز الرصيد اللغوي والمعرفي وأيضا تقوية الذاكرة. ويكفي أن المتحصلين على المراتب الأولى في العديد من المسابقات الوطنية والدولية وكذلك المتحصلين على المراتب الأولى في شهادة البكالوريا منهم من حفظة القرآن الكريم ومنهم من خريجي المدارس القرآنية. فشكرا للزميلة لويزا دغال على هذا الموضوع
المهم جدا. ومباشرة المشاهدين الأفاضل ننتقل إلى موضوع القوة الشخصية مع الأخصائية النفسانية أنيسة معلم. الأستاذة أنيسة معلم، أهلا ومرحبا، يومك سعيد. يومك أسعد. صباح الخير، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. بخير دمكم خير. اليوم إذن سنتحدث عن أنجع الطرق والأساليب التي من خلالها نكتسب إن صح القول شخصية قوية وملتزمة. نعم، أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحدثنا في عدد مضى عن قوة الشخصية، عن أفكار يعني مشتركة في هذه الموضوع. اليوم نتحدث كيف نجعل الشخصية قوية، كيف نخرج الشخصية من ضعفها إلى قوتها، أو ما هي السمات أو أبرز السمات التي يعني تجعل الشخصية قوية. عندما نتحدث عن قوة الشخصية، ما هو مضادها؟ هو الضعف. فيما يتسم هذا الضعف؟ في الخوف والقلق والحزن. تحدثنا في موضوع القلق فيما سبق عن كيفياته وماهياته وما يؤدي إليه، ولكن نتحدث عن جزئيتي الخوف والحزن هنا. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون على الإنسان، يعني من مصدر خارجي، يكون لا شعوري، الإنسان يفقد التحكم فيه، يعني رد فعله تجاه أي شيء يخيفه رد آلي، رد فعل آلي. أما قال: ولا هم يحزنون، بمعنى أن الحزن يأتي من داخل الإنسان، فهو راجع لتفسيراته للحياة. وهنا نجد ردود فعل مختلفة بالنسبة لموضوع الحزن الواحد. كذلك الحزن والخوف ممكن أن يعني أن نتصرف فيهما كيف نشاء، يعني ممكن أن نقلل منهما، ممكن أن نزيد منهما على حسب معطياتنا الداخلية. كذلك الخوف يكون مما هو في الحاضر ومما سيستقبل من الزمان. أما الحزن يكون مما على ما فات وعلى ما هو حاضر. فالله عز وجل جمع في هذه الآية الطمأنينة لأوليائه من يعني بالنسبة للأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. يعني بعبارة أخرى نقول أنه كن وليا لله عز وجل وليس عليك من خوف ولا حزن. فهذا في هذا السياق، وأنت تتحدثين عن الأمور الإيمانية، هناك اليوم الأبحاث عن آثار أسماء الله الحسنى على في حياة الإنسان وكذلك في حياة المجتمع. نعم، أكيد أن يعيش الإنسان بمعية الله عز وجل وباستشعار أسمائه الحسنى، مثلا عندما يكبر ويقول الله أكبر فيستشعر أن الله أكبر من همه، أكبر مما في الدنيا، أكبر. وكذلك لابد أن يدرك بأن القوة الوحيدة والفعالة الموجودة في هذه الأرض هي قوة الله سبحانه وتعالى، وأي قوة موجودة هي منحة من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي عندما يدرك هذا الإنسان يعني هذه الحقيقة ويؤمن بها ويتشبع أيضا بهذه الحقيقة، ثم يأخذ بالأسباب المادية والمعنوية ويستمد أيضا من اسم الله القوي، يستمد منه القوة، أكيد هنا سيستشعر في نفسه تلك القوة. بوركت، يعني هذا مدخل للنفسية. أن الله عز وجل جعل الخوف مشرع لذاته فقط. يعني المفروض أنه نخاف من الله عز وجل، فإذا خفنا من الله عز وجل يعني أمنت حياتنا. فالإنسان يعني في محكم التنزيل الله عز وجل يقول: خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. الإنسان في حال الخير والشر تكون له ردود سلبية إذا لم يكن يعيش حياته لله عز وجل، ولكن إذا جعلنا خوفنا من الله عز وجل فلن نخاف لا من فقر ولا من فقد ولا من عوز ولا من قلة. فهذه المظاهر تاع الضعف اللي نشوفوهم في حياتنا عامة ما تكونش، كي نستشعر عظم يعني عظمة الله عز وجل وعظم قدره ويعني وكينونته في حياتنا. فالموضوع يعني ما لا يمكن أن نفصل المعطيات النفسية عن المعطيات الدينية، المعطيات الإيمانية. الإنسان اللي يعني دائما ما نجد ضعاف الإيمان ضعاف الشخصية، فالإنسان يتقوى بشخصيته يعني باستشعاره لله عز وجل، فلا يمكن أبدا أن نعيش دون معيته. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، لابد من السيطرة على الانفعالات والتحكم في العواطف. كيف ذلك؟ كيف نتحكم في العواطف؟ يجب أن نعرف المقادير والمواضع. ما هي مقادير العاطفة وأين أضعها؟ بمعنى أن لا أعطي من لا يستحق ما لا يستحق، وأن أعطي من يستحق
ليس أقل مما يستحق ولا أكثر منه، يجب أن أكون عارفا بالمقادير والمواضع. أما بالنسبة للانفعالات فهنا يجب السيطرة على الانفعالات، انفعالات إيجابية ولا سلبية، ما يكونش لا إفراط ولا تفريط. مثال في حال الغضب، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب؟ ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وهذا الشيء المعروف في علم النفس، أن الإنسان الذي يملك زمام نفسه ولا ينفرط عقد تحكمه في نفسيته حيال الغضب هذا هو القوي، وليس القوي من يكون في الحالة العادية. في الحالة العادية كلنا يعني في حالة سلم وأمان، فلا يستدعي ذلك. مثلا إذا أذاني شخص فكيف أرد عليه؟ هل أرد عليه بالمثل؟ يقال أنه لا تقل إذا أحسن الناس أحسنت. لماذا؟ لأنه وإذا أساء أسأت، لأنه إذا أسأت بإساءتهم سوف يجتمع فيك ما تفرق فيهم. بمعنى إذا عاملت الكاذب بكذبه سأكون كذابا، إذا عاملت المنافق بنفاقه سأكون منافقا، إذا عاملت المداري والمرائي والمداهن بأخلاقه فسأكون مثلهم. ولكن هم تفرقت فيهم هذه الأخلاق، كل واحد عنده هذه الصفة، ولكن إذا عاملت كل واحد بالأخلاق سوف يتجمع في أنا ما تفرق فيهم فنكون أسوأهم. فلهذا يجب أن لا نعامل الناس بمعاملتهم، يجب أن يعني نتحلى بمستوى كبير من ضبط النفس. النقطة الثالثة هي النقطة بين الحب والسيطرة. ماذا تعني؟ الشخص القوي مسيطر، ولكن كيف يسيطر؟ هنا عندنا نقطة مهمة جدا، الفرق بين المدير والقائد. المدير مسؤول يسير نعم، ولكن لا يستولي على قلوب اللي يكونوا معاه. القائد بالعكس، القائد يحتوي فيتحكم ويحرك فريقه. القائد أكثر يعني مثلا في ميدان العمل كيفاش يكون؟ القائد يقول هؤلاء الناس يعملون معي، المدير يقول يعملون عندي، المدير يقول عليك حل هذا المشكل، القائد يقول علينا مع بعض، تعالوا هلموا لنحل المشكل. فهنالك فرق كبير بين إنسان يحاول أن يكسب الناس، يعني ماذا يقال في هذا الجانب؟ يقال أحبب الناس تستعبد قلوبهم. فالموضوع أنه لا أسيطر بالخشونة، أسيطر باللين بالحب. هذا المركب يعني كفيل بأن يخضع لك أي إنسان، ولكن خضوع إيجابي وليس خضوع سلبي. النقطة الرابعة عندنا الصدقة والصمت. الشخصية القوية شخصية صادقة، لأنه الصادق دائما ما عندوش ثغرات يحاول أن يخبئها، في نفس الوقت كثير الصمت، لأنه العبرة ليست بالكلام، العبرة أعرف ماذا أقول ومتى أقوله ومتى يجب علي أن أصمت. والأقوال كثيرة والحكم كثيرة في يعني في فوائد الصمت. صحيح. النقطة الخامسة إدراك القوة الداخلية. يعني على سبيل الفكاهة، مرة قالنا زميل، يعني زميلنا في علم النفس وأخصائي مثلنا، قالنا يا زملاء أعينوني لأجد المارد الذي بداخلي إنه عاق، لأن الأفكار اللي راهي الآن منتشرة أنه أخرج المارد الذي داخلك وفعل كذا وكذا وعندك الاستحقاق وعندك كذا، يهولون الموضوع ويهولون من يعني يهولون يعني يعطوا زخم كبير لقدرات الإنسان، في حين أنه مهما كانت قدرة الإنسان فهي محدودة. صح. الإنسان الإيجابي ليس الإنسان الواقعي هو الإنسان يعني السليم نفسيا. الإنسان الإيجابي دائما ممكن ما قدرش نكون إيجابي في كل الأحوال، كاين حالة حزن لازم نعيشها، كاين جرعات حزن لازم نجوز عليها، كاين مطبات لازم نتوقف نعاود حساباتي، ماشي في كل لحظة كاين كارثة مراي وأنا أقول لازم نكون إيجابي ولازم أبتسم ولازم أتفائل بالحياة. يعني هذه الأمور لا يعني ما تمشيش مع بعض. الواقعية أن يعني أستشعر قوي الداخلية، قوة التأثير. يعني هنا في هذا السياق هناك ربما من يركز على الأمور السلبية ويقوم بتعظيمها وتضخيمها ويتغافل عن الأمور الإيجابية في شخصيته، وبالتالي لابد أكيد التركيز أكثر في الأمور الإيجابية والعمل دائما من أجل تطويرها واكتساب كذلك مهارات أخرى. فهذا أكيد سيعزز الثقة في النفس وسيعزز كذلك أو سيؤدي إلى تقوية الشخصية. بوركتي ممتاز، أحسنتي. تحدثنا في أكثر من عدد على أنه نركز على ما نريد وليس على ما لا نريد، نركز على الأفكار اللي حابينها، وتحدثنا في مفاهيم سابقة عن تعزيز السلوك وتثبيط السلوك. أنه السلوك اللي يحبه يزيد نعززه، ألتفت إليه، يعني أسلط عليه الضوء. السلوك اللي مانيش حاباته أتغافل عنه. فيعني هي
ازدواجيه ولا ثنائيه تمشي مع بعض باش نقدر انتج اكثر. يعني اتغافل عن السلبيات يعني حتى علاجيا الان في مصحات في امريكا وفي اوروبا كي يلجؤوا للعلاج النفسي لاخراج الناس من بعض الحالات النفسيه ويعني وبالمحصله تحسن صحتهم الجسديه. كيفاش؟ يعني مثلا واحد يفقد يكون عنده شلل في يده اليمنى مثلا هو يقعد يشوف فيما فقد ولا لا ينتبه لما الشيء اللي مازالوا معاه. فوش يصرى انه يفقد كل القدره ويكره حياته ويدخل في اكتئاب وحاله نفسيه متازمه. فولاو يعملوا بطريقه انه يوجه للمراه ويقعد يصوب بالنظر تاعه فقط العضو الصحيح. فهذيك الفكره تتزايد انه راني مليح راني الحمد لله راني متحسن راني مازال عندي القدره. فتسليط الضوء على الايجابيه كما نقولوا احنا الايجابيه تعدي ولكن تسليط على السلبيه سوف تعدي كذلك وسوف تقتل كل ايجابيات. نعم. حتى المختصين في علم النفس وفي علم الاجتماع وانت ادرى بمجالك يؤكدون بان الاشخاص الذين يعتقدون بان شخصياتهم ضعيفه ولا يثقون كذلك في انفسهم هم في الغالب او في الاصل اشخاص يقللون من تقدير الذات. نعم الموضوع انه فيه تقدير متدني للذات. ما سببه؟ المقارنه بشكل بحت. ماذا يعني؟ انه انا اكيد عندي قدرات ولكن لا انظر اليها، اعمد فقط لمقارنه نفسي مع الاخرين، فاذا لم اجد في نفسي ما فيهم فنقول انه انا ما عندي الشخصيه. في حين كان عليه ربما ان يقوي ربما هذه القدرات. نعم ان يسلط الضوء على القدرات الموجوده عنده. اكيد الله عز وجل حبانا بنعم ليست لو يعني ببعض من المنطق والحكمه، لو ربي اعطانا كامل نفس القدرات اين هو التمايز او اين هو كذلك التكامل بيناتنا؟ فالاكيد انه عندي قدرات ماشي عند الاخرين. يعني حتى مره دكتور قالنا انه قالنا دوكا باش تلقى طبيب تحوس مثلا في الانترنت، تحوس على طبيب تحوس على بروفيسور تلقى يعني ولا انقص من قدر احد يعني كل محفوظين. نعم ولكن هذا هو الواقع. نعم قال ولكن لو تبحث على مثلا على سمكاري بلومبي ولا على سباغ ولا يحب لك وباش تجيبه برونديفو ولا عاود ولا لك راك من الناس الملاح. فهذا اصحاب المهن واصحاب الحرف كل واحد عنده المكانه تاعو، فكل واحد ممكن ينسج بها الذهب بشي هذاك اللي يعرفه. فاكيد لا اقلل من شاني. كل واحد عنده قدره لازم يبرزها ويسلط عليها الضوء وينجح بها باذن الله. في نقطه اخرى قوه اللغه. ماذا نعني بقوه اللغه؟ انه يكون الكلام تاعو مختار بعنايه. كنا تحدثنا في قضيه التواصل مع الاخر. نعم تواصل مع الاخر سوف نتحدث عن يعني انواع التواصل في اللغه اللفظيه او الشفهيه. كثير من يعني الحكم اللي تعزز من هذه النقطه انه مثلا بين الحكم انه انتبه انه الكلمات هي الثياب التي تظهر عليها افكارك، فانتبه ألا تظهر أفكارك في ثياب بالية. الكلمات هي الثياب التي تظهر عليها أفكارك، فانتبه ألا تظهر أفكارك في ثياب بالية. أن تتخير الكلمات حتى تظهر أفكارك يعني في أحسن صورة. وقد قال سقراط تكلم لأراك، أنا أراك لكن بعد أن تتكلمين أعرف المستوى حقيقة، لأن المظاهر خداعة في بعض الأحيان. ويحضرني هنا تحضرني قصة مأثورة عن السلف الصالح عن أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة، أنه كان في مجلس علم وعندما يدرس تلاميذه يعني يطلب منهم الإذن أن يمد رجله أمامهم أكرمكم الله جميعا، لأنه كان يعاني من ألم في الركبة ولأنهم تلاميذ صغار فكان يمد رجله أمامهم لكي لا يتكلف عناء الجلوس عليها ويزيد من تفاقم حالته. فصدف مرة أن دخل مجلسه رجل حسن الهيئة كث اللحية وتظهر عليه علامات الوقار وعلامات العلم، فاستحى منه وظن أنه يعني أخطأته حنكته، فظن أنه من أهل العلم فجلس. فيعني تكلف عناء أن يطوي رجله ويعني حياء من صاحب العلم. وبعد طرحه لبعض المسائل سأله هذا الرجل سؤالا فأجابه الإمام أبو حنيفة الجواب، ولكن أردفه بتعليق جعل الإمام أبي حنيفة يعني يتأكد من أنه غير عارف لا بالدين ولا بالأمور التفصيلية يعني البسيطة. فقال مقولته الشهيرة الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. يعني اكتشف أن ذلك المظهر مظهر خداع.
ففي اللغة يجب أن نتخير الكلمات لكي تتب يعني لكي تبين أفكارنا في أحسن صورة. الإنسان الواثق من نفسه، إنسان قوي الشخصية، لا يتفوه بأي كلام، يتخير الكلام الطيب. وفي لغة التعامل هنالك ثلاث أصناف، نحن نعرف فقط اللغة الشفوية، ولكن هنالك صنفين آخرين أكثر ثقلا من اللغة، هنالك نبرة الصوت ولغة الجسد. لغة الجسد مهمة جدا في التواصل، أن الإنسان قوي الشخصية يظهر من ملامحه، من تصرفاته، من طريقة كلامه. تماما مثلك. شكرا شكرا عزيزتي. يظهر عليه ويستنبط من حركاته قوة الشخصية. فيجب الإنسان أن ينتبه لحركاته وللغة الجسد، هي تعتبر يعني لو قسمناها على 100% تأخذ حيز أكثر من 50% لغة الجسد، يعني أكثر من 50%، يعني هنالك اختلافات في النسب، يعني قرابة 70% لغة الجسد، 20% نبرة الصوت، بعدها يجي الكلام. يعني حتى لو كتكوني في الهاتف مثلا واحد يحكي معي، كتكوني في الهاتف عندك فقط الكلام ونبرة الصوت، لو يحدثك واحد على كلام عادي يعني في الهاتف يعني اتفاق على موعد وفقط فممكن يكون اتفاق، ولكن لو يحدثك على موضوع فيه يعني أمر مصيري ولا قرار يعني مهم تقول أن هذه لازم لها قاعدة. لماذا؟ لأنه تحتاجي لغة الجسد. يعني حتى إذا كنت حابة أن تطرحي موضوع على إنسان تحتاجي جلسة باش تشوفي ردود الفعل في الوجه وفي الحركات، لأن لغة الجسد تظهر أكثر مما يبطنه اللسان وما يبين عليه. النقطة الأخيرة حسن الهيئة. حسن الهيئة وحسن الأداء والحركة أمر مهم جدا. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رأى رجلا يظهر عليه الورع، ولكن كان يمشي منحنيا، كان يمشي منحنيا في ظن منه أنه هذا يدل على يعني التواضع. فسأل عنه سيدنا عمر، وقد كان معروفا بالغلظة والشدة وكان لا يتقبل أن يعني يقلل المسلم من شأنه، فسأل عنه فقيل له أنه متورع وكذا. لما تقرب ذلك رجل منهم يعني ضربه سيدنا عمر على ظهره وقال له يعني انتصب، فللإسلام عزة، يعني لا تتصرف هكذا يعني بخوان يعني يظهر عزة الإسلام. الهيئة يعني تهم، يعني حركات الإنسان وطريقة أدائه تهم أكثر من اللباس. أكيد أنه يحتاج لباس معين تظهر عليه الأناقة واللباقة، ولكن في الأساس يعني طريقة تحرك الإنسان أمر مهم جدا. يعني هيئته عامة تعبر عن هل هو شخصية قوية أم شخصية ضعيفة. هنالك مجموعة من الصفات، تحمل المسؤولية، معرفة يعني كيف يتصرف في المواقف، هذه أمور كذلك تابعة، ولكن النقاط التي تحدثنا عنها هي النقاط أهم، النقاط الأساسية في قوة الشخصية. فأي إنسان يجب أن يعني يراجع نفسه في سير شخصيته، وش هو ناقصني؟ اللغة ناقصني، الأفكار ناقصني، عندي خوف مثلا، اللي عنده خوف زائد يعني من الحياة. نعم تحدثنا أنه الشخصية مكتسبة، الشخصية القوية مكتسبة. لماذا؟ لأنه الإنسان يولد بفطرة سليمة، والوالدين هما يا إما يحافظوا على ذلك الفطرة يا إما يشوهوها من خلال التعامل. مثلا الطفل صغير كي يبدأ العناد يبدأ يقول لي كلمة لا، وانا ما نفهمش انه كلمه لا هي صوره ولا تعبير على انفصال انا، معناتها بدا يتعرف على انا ديالو، بدا ياخذ قرارات وبدا يختار. فكيقول لي لا المفروض انه انا افرح. لماذا؟ لانه كيقول لي لا دخل البيت حيقول هل تاجر مخدرات، وحيقول هل اي واحد راح ياخذ في طريق العوجه. ولكن باش ما نكسرش الشخصيه في منبتها، ارعاها انه نعطي له حلول، نعطي له خيارات هو يختار ضمنها، نفهم له علاش انا قلت له لا، انقص انا من قولي كلمه لا، نعطي له خيارات اخرى. فيجب انه انا ارعى تلك الشخصيه باش نحافظ على هذاك المنتج، ما نعطيلوش مخاوف. مثلا في نقطه الخوف، يولد الانسان وعنده خوفين فقط، الخوف من الصوت العالي، معناتها الرضيع يخاف من الصوت العالي فقط ومن السقوط، باقي المخاوف مكتسبه. حنا اللي نخوفوهم، حنا بالك تروح الظلمه يخرج لك فلاني، بالك نخوفوه مثلا من المدرسه، نقول له ولا غير دير كذا وكذا، ندخلك تقرا، نديك تقرا مع اخوك، من بعد نشتكي كيفاش عنده رد فعل سلبي مع المدرسه. فجل المخاوف يعني معظمها لانه عندنا خوفين، فباقي المخاوف مكتسبه. نحن كاسره من يزرعها ويرعاها في هذا الانسان، فيجب ان ننتبه كاولياء وكراشدين الى ما في هذه النفس من يعني من امور تختلجها احنا المسؤولين عليها، يجب ان ننظمها ونرتبها بشكل انه تظهر شخصيتنا كذلك بشكل يعني مرتب وانيق. نعم كذلك، شكرا جزيلا لك. او قبل
الشكر. وقبل الختام أكيد يبقى تقوية الإيمان هو أساس تقوية الشخصية، أكيد خاصة وأن الإسلام وضع لنا مناهجا علاجية لمختلف الأمور في حياتنا، وأكيد الالتزام والتمسك بالدين والتقرب من الله سبحانه وتعالى، كل هذا هو أساس أو هو الطريق الذي يسلكه الإنسان للوصول إلى شخصية قوية. أكيد تدركين أن الإنسان متى ما التزم بالنهج الرباني بالنهج يعني النبوي أكيد سوف يصل، لأنه الله عز وجل وضع لنا أهم يعني مفاصل الشخصية القوية في الإسلام. يعني لو اقتدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، وكان هذا الخلق هو الذي عزز من يعني من 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 تبعية الناس إليه، يعني الناس أحبوا فيه أخلاقه ثم اقتدوا به. يعني ممكن نختم بقول أنه الناس يحبون الإنسان الصالح ولكن لا يحبون المصلح. النبي صلى الله عليه وسلم كان صالحا فأحبوه، ولكن عندما أراد إصلاح ما فيه من فساد فثاروا عليه، فهم يعني هم ما كانوش ضده. نعم هم ما كانوش ضده كشخص، يعني حتى أنه شهدوا له بالأمانة وشهدوا له بالصدق. يعني كثير من الأمور يعني من مآثر العرب أنهم كانوا لا ينكرون خيرا يرونه، ولكن ما دام أنه هذا الخير اللي فيه صلاحه أصبح يؤذي يعني يؤذي فسادهم، عندما أصبح مصلحا أشاروا إليه بالبنان وأرادوا أن يعني أن يتهموه بالجنون وكذا، وإلا فهم حفظوا له أن خلقه كان خلق القرآن. نعم شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة الأستاذة أنيسة معلم، أخصائية نفسانية تربوية. شكرا. مشاهدينا الأفاضل، اللحظة نتابع معا هذا الروبورتاج الذي أعدته لنا الزميلة نورية مشيش. تعرف بلؤلؤة الساحل الجزائري، مدينة أثرية غنية بآثار حضارة روما الغابرة تجعل منها متحفا مفتوحا لكل زوارها. إنها مدينة شرشال، إحدى المدن الجزائرية ذات تاريخ عريق، والتي تحتل موقعا استراتيجيا على الساحل، تحوي على عدة معالم تدل على مرور العديد من الحضارات. فلنبدأ جولتنا في مدينة شرشال لنتعرف على حكاية هذه المدينة وتاريخها. مدينة شرشال تقع غرب العاصمة الجزائر، وعلى بعد 90 كيلومترا تستقبلك شرشال بطبيعتها الجميلة التي تجمع بين زرقة البحر والمناظر الطبيعية وجبالها الخلابة، فهي تعد مدينة سياحية أثرية. إيول أو القيصرية العتيقة، أسماء عديدة والمدينة واحدة، هي شرشال اليوم. فقد يتساءل الكثير عن سر تسمية مدينة شرشال، والبعض الآخر يتطلع لمعرفة تاريخ هذه المدينة. تسمية المدينة مدينة شرشال فيها عدة روايات وفرضيات، فهناك من يقول بأن المدينة تسميتها هي مجزأة إلى شر وهو الشر، وشال معنتها ذهب الشر، معنتها شال الشر. وهناك رواية أخرى تقول بأن المدينة سميت نسبة إلى تدفق المياه باللغة العربية شرشار أو الأمازيغية عشرشار، ولحد الآن يعني تسمية المدينة تبقى عبارة عن فرضيات. المدينة هذه تعود تأسيسها إلى أقدم العصور، وإذا ذهبنا إلى أصل المدينة من أين بدأت العمران في المدينة فنعود إلى القرن الرابع، والمدينة هي مدينة في الحقيقة هي مدينة فينيقية، يعني كانت عبارة عن مرفأ فينيقي
التجار لعبوا دور كبير في تطوير المدينة، ثم بعدها جاءت فترة الرومانية التي شهدت فيها ازدهار كبير، ونحن لازلنا ليومنا هذا وفي هذه المدينة الجميلة نجد في كل مكان معالم أثرية التي تثبت على تطور هذه المدينة في عهد الملك يوبا الثاني الذي غير تسميتها من يول الفينيقية إلى قيصرية، نسبة لقيصر روما. في كل زاوية من المدينة معلم يدل على مرور حضارات عدة، فهذه المدينة تعتبر متحفاً مفتوحاً لكل زوارها. وأنت تتجول وسط شرشال تقابلك ساحة الشهداء، يتوسطها هذا المسجد المسمى مسجد الرحمن. وغير بعيد عن الساحة تقابلك شرفة الميناء. كانت مدينة شرشال في السابق عبارة عن حصن يحوي على 3 أبواب: باب المطمر، باب الغرب، وباب الجنوب. وقد أزاح المستعمر الغاشم بابين ولم يتبقى منهم إلا باب الغرب المعروف بقوس النصر. بينما تقابلك في الجهة الغربية للمدينة عين القصيبة، أعرق وأقدم حي في المدينة ونموذج من نماذج القصبة. ومن المعالم الدينية التي تزخر بها المنطقة وتشع عراقة وعلما وفيضا روحانيا إيمانيا هو مسجد 100 عرصة، والذي يتوسط مدينة شرشال. إذن هذه مدينة شرشال، مدينة الأحياء التي لا تنام، الغنية بالآثار وشواهد مرور روما، والتي أصبحت شاهدة على تاريخ مدينة عظيمة. مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في النبأ العظيم، البرنامج الذي يعنى بالدراسات القرآنية وأبعادها في واقعنا والمقارنة بينها وبين الديانات السماوية والوضعية. انتظرونا في لمسة جديدة وحلة قشيبة في سهرات رمضانية، رفقة الضيفين الكريمين الأستاذ الدكتور خليل قاضي. نرجو من الله تعالى أن نفيد المشاهد الكريم ونكون دعاة خير له في هذا الشهر الكريم بما نسوقه له من هذا الفكر والعلم الكامن في طوايا هذا الشهر. والدكتور محمد تيمزغين. نرحب بشهر رمضان ونسأل الله أن يكون شهرا للعبادة والقربى
مرحى هلال الخير والبركات، أنعم بضيف جاء بالرحمات. ولأن الإسلام هو دين الفطرة البشرية جاء لينظم حياة الفرد وحياة المجتمع، فجاء منهجا شاملا لمختلف الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى البيئية. لهذا اخترنا لكم مشاهدين الأفاضل موضوع صحة البيئة وحمايتها في الشريعة مع الدكتور إبراهيم بن العمراوي بودوخة، أستاذ محاضر بجامعة سطيف. مرحبا بك سيدي الكريم الدكتور إبراهيم بن العمراوي بودوخة. أهلا وسهلا ومرحبا، سعيد جدا بلقائكم في هذه الفرصة السانحة الطيبة. أهلا ولنا أكيد عظيم الشرف سيدي الكريم. بداية دكتور، الشريعة الإسلامية جاءت بمنظومة متكاملة ووضعت مناهج علاجية وإرشادية وتنموية في شتى مجالات حياة الإنسان من بينها البيئة كذلك. نتحدث بداية أستاذ عن دور الشريعة الإسلامية في حماية ورعاية البيئة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشريعة الإسلامية هي نظام الله عز وجل التشريعي والعقدي والأخلاقي والسلوك الذي ارتضاه لعباده، فبه يسعدون وبه يحيون ويفوزون في الدنيا وفي الآخرة، وما جاءت إلا لتحقيق المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم. ومجالاتها تشمل الحياة كلها، ومن بين ما تشمله الشريعة الإسلامية تنظيما وتوجيها نظام البيئة. والبيئة في نظر الإسلام هي الممتلكات الكونية التي سخرها الله عز وجل للساكنة التي تكون في الأرض، أي للإنسانية. فالبيئة هي تراث إنساني مشترك سخره الله عز وجل لجميع أجيال البشرية، والواجب علينا أن نحمي هذه البيئة وأن نرعاها وأن نحافظ عليها. وقد وضعت الشريعة الإسلامية من خلال النصوص والقواعد والأسس والآليات والإجراءات نظاما متكاملا لحماية البيئة، وبينت أن البيئة في أصل خلقتها إنما هي صنعة الله عز وجل الخالية من كل عيب ومن كل نقص ومن كل قصور. وننظر نحن كمسلمين للبيئة باعتبارها أنها خلق يسبح بحمد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت صخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. فأحد جبل يحبنا ونحبه، فالعلاقة بيننا وبين الطبيعة أننا شركاء في العبادة لله عز وجل والتسبيح، وأننا العلاقة بيننا علاقة المحبة والمودة، وأن الله عز وجل سخر لنا البيئة فينبغي أن نسخرها بالحق دون الاعتداء ودون الظلم، ونسخرها بالرحمة. في حين في النظم الغربية فعندهم العلاقة بينهم وبين الطبيعة هي الصراع مع الطبيعة، والبقاء للأصلح والبقاء للأقوى. ومن ثم النظم الغربية سلكت طرقا ساهمت في تدمير البيئة من خلال النظم الاقتصادية والنظم المالية والنظم المتنوعة والمتعددة بناء على فلسفة الصراع من أجل البقاء، فكانوا سببا في إزالة شعوب وأمم بأكملها، في إزالة الغطاء النباتي في العديد من الأمكنة بأسباب اقتصادية وغير ذلك. أما نحن في الإسلام فالتسخير قائم على الرحمة وقائم على الحق. فلذلك الشريعة الإسلامية وضعت نظاما عالميا للحفاظ على البيئة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء
في الماء والكلأ والنار. والمقصود بالناس شركاء أي أن المجتمع المحلي ولا المجتمع الدولي شركاء، أي ينبغي اعتماد التعاون الدولي في الحفاظ على البيئة داخليا وخارج الدول وعلى الحدود وكذلك في أعالي البحار، حيث تشترك تلك الممتلكات الإنسانية لجميع أمم الأرض. وشركاء في ثلاث: في الماء وبأبعادها المحيطات والأنهار والبحار والسدود والمياه الجوفية، فينبغي أن نحافظ على هذا التراث الإنساني المشترك. وكذلك في الكلاء وهو الغطاء النباتي وما يتبعه من التنوع الحيواني. وشركاء كذلك ثالثا في النار. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار، وهي الطاقة، سواء كانت الطاقة الكلاسيكية التي ينبغي أن لا تلوث البيئة كالبترول ومشتقاته، وكذلك الطاقات المتجددة والطاقات النووية وغير ذلك. فهذا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى البيئة باعتبارها تراث إنساني مشترك، وهذا يتطابق مع التعريف التي ذهب إليها بعض الفقهاء بأن البيئة هي الممتلكات الكونية التي سخرها الله عز وجل للإنسانية. نعم، مهم جدا. كذلك سيدي الكريم، تتأسس قضية حماية البيئة على مبدأ الاستخلاف في الأرض. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون خليفته في الأرض، وبالتالي هذه الخلافة تكون بعمارة الأرض من خلال الزرع، الغرس، الإحياء، وليس الإفساد. وكذلك حددت الشريعة الإسلامية بدقة علاقة الإنسان بالكون. والخلافة أستاذ تستلزم التعامل مع البيئة باعتبارها نعمة من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الإنسان لابد أن يستخدم هذه البيئة ويستفيد منها دون إسراف. نعم، أمرت الشريعة الإسلامية بارتفاق الكون في صناعة النهضة وصناعة الاستخلاف الحضاري. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحقق مدنية أو حضارة إلا من خلال ارتفاق الكون، ولكن الارتفاق قائم على أساس الحق والرحمة. وأمرت الشريعة الإسلامية بتعمير الأرض، وقد جاء في القرآن: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة إلى ضرورة التعمير، خاصة فيما يتعلق بالتعمير الطبيعي، أي التعمير الذي يتوافق مع الطبيعة ويتوافق مع إنسانية الإنسان، خاصة في الجانب الفلاحي. فمن غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وإذا قامت الساعة وكان بيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. وكذلك الغطاء الحيواني والتنوع الحيواني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار بسبب هرة فقتلتها بغير حق، وجاء ذلك العصفور يعج إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، فاستنكر ذلك الأمر. واستنكر كذلك لما شكى له البعير أن صاحبه يجوعه ويحمله من الأثقال ما لا يطيق. فالبعد الإسلامي في التعامل مع البيئة تعميرا وتثميرا واستثمارا واستنهاضا حضاريا هو بعد قائم على الجانب المادي والاستثماري والاقتصادي من جهة، ولكن دون غياب القيم الأخلاقية القائمة على الرفق والقائمة على الرحمة والقائمة على غرس المصالح ودرء المفاسد. فإذا تعارضت مصلحة اقتصادية مع مفسدة بيئية، ففي الشريعة الإسلامية نهدر المصلحة الاقتصادية ومن أجل دفع المفسدة، من أجل دفع المفسدة، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية. ولا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. فنحن نضحي ببعض المصالح الاقتصادية الاستثمارية إذا كانت تتسبب في إفساد بيئي يطال الإنسان أو يطال النبات أو يطال الحيوان أو يطال البحار أو يطال التنوع البيئي داخل البيئة
البحار. نعم. لأن المقصود هو الحفاظ على هذه النعمة التي أسبغها الله عز وجل علينا لتحفظ إلى الأجيال التي تأتي من بعدنا. نعم، مهم جدا. كذلك سيدي الكريم، سنواصل حديثنا بحول الله الدكتور إبراهيم بن العملاوي بودوخة بعد هذا الفاصل الإنشادي. المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح لما في قلبي نشرت هواك. المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، قلبي نشرت هواك. أشكي لي من شوقي وحالي، وأقول لي مين النبي غالي. أشكي لي من شوقي وحالي، وأقول لي مين النبي غالي. إيه اللي زين أحوالي غير الغرام برسول الله. طول عمري بتمنى أشوفك وأكون في الجنة من ضيوفك. صبرت نفسي بحديثك وأقول لابد في الليل أراك. المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح لما في قلبي نشرت هواك. يا رب القرب طمني، والوصل حفظ مستني. يا رب القرب طمني، أصلح أفضل مستني. أنا من الهوى والهوى مني، شوقا لقرب رسول الله. المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح لما في قلبي نشرت بالجميع. إذا مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم إلى هذه المساحة التي خصصناها للحديث عن موضوع صحة البيئة وحمايتها في الشريعة مع الدكتور إبراهيم بن العملاوي. سيدي الكريم، في الختام لو تحدثنا عن الآليات العملية التطبيقية لتطبيق المنهج الشرعي في حماية ورعاية البيئة. نعم، الآليات التي اعتمدتها الشريعة الإسلامية، أولا لابد من نشر الثقافة البيئية بين المواطنين وتربية الأجيال على احترام البيئة وتقديسها ورعايتها. فإن التربية البيئية الصحية أساس في نشر الوعي البيئي. ثم لا بد من الضبط الإداري والضبط القضائي من خلال تفعيل المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية على المخالفات البيئية، بحيث يكون السلطات المختصة في الدولة تقوم بواجباتها في رعاية البيئة من جهة، وفي حمايتها من جهة ثانية. نعم، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم بن العملاوي بودوخة، أستاذ محاضر بجامعة سطيف تنين.
شكرا جزيلا لك. نلتقي بحول الله في فرصة أخرى. مشاهدينا الأفاضل أنتم أيضا بحول الله سنلتقي في فرصة أخرى. إلى اللقاء. فانا في وصل نداه قد حلا كبدر تجلت كنور سرمد كأمن أذهب خوفا أتى ليلى أمه يا أمه أمه يا أمه أمه يا أمه أمه يا أمه أمه يا حبي يا حياتي أمه نبضة أطربت مسمعي وتوعي فؤادي وازدهت أضلعي حبها انتشاني بسعد حباني حبها انتشاني بسعد حباني زدت لها حبا فتوامل معي أمي يا أمانا أرجو منه وصلا فؤادي بنبض أنت له أصل أمي أمي يا أمانا أرجو منه وصلا فؤادي بنبض أنت له أصلا شريف أنني جئت منك نسلا شريف أنني جئت منك نسلا حمدا لمن جاد وأحسن فصلا أمه نبضة أطربت مسمعي وارتوى فؤادي وازدهت أضلعي حبها انتشاني بسعد حباني حبها انتشاني بسعد حباني زدت لها حبا فارتوى أمل معي Mommy, you're my hope. Mommy, you're my light. Thank God you're here. Glad you're my life. Mommy, you're my hope. Mommy, you're my light. Thank God you're here. Glad you're my life. When I was little child, sit for me on the day.